بنرحب بحضراتكم ونجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه في تاني فقراتنا الحواريه اللي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا بيهم القطاع الزراعي بشكل كبير، وهو موضوع الصوب الزراعيه. الصوب الزراعيه طبعا هي احد اساليب الزراعه الحديثه، وكلنا عارفين شكلها، لكن كلنا مش عارفين التكنولوجيات الجديده اللي دخلت عليها. الصوب الزراعيه النهارده اصبحت بتحتوي على سنسورات كتير جدا، تكنولوجيا جديده خالص، اصبحت بتدار بشكل آلي بالكامل. في بعض الصوب الزراعيه النهارده تقدر حضرتك بعد ما تزرع وتطلع كده تدير المزرعه او الصوبه بالكامل عبر تطبيق من الموبايل، تتحكم في درجه الحراره، في فتح الشبابيك، في الري، في التسميد، في كل اللي انتم عايزينه. النهارده الصوب الزراعيه دخل فيها تكنولوجيا كتيره جدا جدا جدا. ويمكن احنا في وزاره الزراعه كان السيد وزير الزراعه له بعض الجولات في الدول اللي هي يعني تميزت في الصوب الزراعيه، ونقلنا هذه التكنولوجيا لمصر، والحمد لله النهارده الشركات بتاعتنا المصريه سواء التابعه للقوات المسلحه او الشركات الخاصه النهارده اصبحت قادرة تماما على أن توفي بكل احتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصوب الزراعية. يعني بنصنع جزء كبير جدا، يمكن أكتر من 80% من هذه الصناعات على أرض مصر النهاردة مش محتاجين أن احنا يعني نستورد صوب جاهزة ولا حاجة. الصوب الزراعية بتوفر الأسمدة، بتوفر المية، بتوفر المكافحة، نقدر نعمل فيها حاجات في غير مواعيدها، أمان حيوي، حاجات كتير قوي 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 قوي. عايزين نعرف الجدوى الاقتصادية من هذه الصوب مع ضيفنا العزيز دكتور إسلام حب الدين، الخبير الزراعي والباحث في مجال البيوتكنولوجي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. أنا عايز بس أوضح للناس يعني إيه البيوتكنولوجي. في البداية كده قبل ما نخش في الموضوع، يعني السابقة يعني قلنا البيوتكنولوجيا ده هو علم بيهتم بان يستفيد من كل ما هو كائن حي سواء كان نبات او فطر او بكتيريا لانتاج منتج في وقت قصير جدا، ودايما يكون مفيد للانسان. وقلنا ان هو مجزأ من شقين، الكلمة مقسمة من شقين، بايو اللي هو حيوي، وتكنولوجيا اللي هي التكنولوجيات او التقنيات، يعني فهي التقنية الحيوية. وقلنا ان هو بيتظلم كتير البيوتكنولوجي في ان احنا بنختصره في كلمه هندسه وراثيه، لا هو داخل في تكنولوجيا التخمرات، وداخل في تكنولوجيا انتاج الجين وانتاج النباتات وانتاج اسماك بطفرات كبيره جدا تساعد على انتاج على زياده انتاجه يعني. وقلنا ان في انواع كتير جدا وقتها من البيوتكنولوجي، الريد بايوتكنولوجي والوايت بايوتكنولوجي والجرين بايوتكنولوجي. وقلنا ان احنا بنهتم في بالجرين بايوتكنولوجي لان هو الخاص بالبلانت بايوتكنولوجي يعني او الجزء النباتي. يعني اذا لما نتكلم عن الصوب الزراعيه وعن طريقه العمل فيها، يبقى احسن حد يكلمنا يكون حد متخصص في مجال البايوتكنولوجي باعتبار ان هو احد هذه التصنيفات او اللون الاخضر او الجرين بايوتكنولوجي زي ما بيقولوا. بايو لان في زراعه، وتكنولوجي لان احنا اكيد هندخل ايدنا في الموضوع عشان ندي انتاج افضل وخصائص افضل. طيب خليني اكلم حضرتك النهارده واسالك، تفتكر احنا كنا محتاجين المشروع المية ألف صوبة في ظل وجود تكنولوجيا جديدة قادرة تزرع الصحراء، وتكنولوجيا جديدة قادرة تعرف ان هنا في مية، وتكنولوجيا جديدة قادرة تجيب المية من تحت الأرض وتطلعها بطاقة شمسية وما إلى ذلك؟ هل احنا كنا محتاجين للصوب الزراعية فعلا، ولا كان ممكن الفلوس اللي هنضيعها في الصوب الزراعية نستزرع بيها أراضي أكبر؟ يعني ده سؤال عايزك تجيب عليه بعين المتخصص. طيب لو جينا نبص للموضوع هتلاقي ان حضرتك كلام حضرتك مظبوط جدا، ان انا لو افكر بفكر البدائي البسيط خالص اقول والله طب ما نزرع كل المساحات اللي عندي واوفر تكلفه الصوب. لكن لما نيجي نبص بقى للموضوع بشكل ادق شويه هنلاقي ان احنا عندنا مشكلتين كبار جدا، هما تحديين بيقابلوا العالم كله تقريبا وبشكل خاص الشرق الاوسط ومصر، اللي هم تغير المناخ الكبير جدا اللي حاصل في الفتره الاخيره. صحيح. والحاجه الثانيه هي تحديات الكميات الميه، انا لما بوسع مساحات ببقى محتاج للمساحات دي ميه. التغير الاولاني او التحدي الاولاني طبعا هما ضمن المنظومه الكبيره، تحديات السلاسل والتحدي العالم اللي هو الغذاء والماء والطاقه، دول الثلاثه الكبار اللي بيتحدوا العالم كله. احنا عندنا في الغذاء في جزئيه التغير المناخي، وعندنا طبعا جزئيه الميه اللي هي بتبقى بتزداد صعوبه لما بعمل توسع افقي. صحيح. طيب مزبوط. لما اجي امسك موضوع التغير المناخي، التغير المناخي
ده بيأثر على حاجتين، بيعمل حاجه اسمها ابيوتيك ستريس او التغيرات الغير حيويه، وبيساعد على زياده التغيرات الحيويه. ايه التغيرات الغير حيويه؟ التغيرات الغير حيويه زي ان انا العوامل الجويه، زياده شده الرياح بتاثر على النبات، الملوحه، زياده الملوحه في الميه عمليه الجفاف بشكل كبير جدا بتاثر على النبات. صحيح. نوعات التربه بتاثر بشكل كبير جدا على النبات. فانا بواجه مشكله كبيره خالص في التغير المناخي ده، ان انا كل ما ببقى معرض النبات في الاوبن فيلد او في الزراعات المكشوفه، انا عندي مشكله دايما موجوده ان النبات معرض دايما للخطر. العلماء او الدراسات قالت في الفتره الاخيره دي ان الابيوتيك ستريسز والبيوتيك الاثنين مع بعض كده بيشكلوا 70% من المخاطر على التحديات اللي بتواجه الزراعه، اللي بتواجه الزراعه. يعني لو انا مثلا محصول انا متوقع منه ان انا انتج منه 100 طن، لا انا انتج منه 30 بس، وفي 70% 70 طن فقد ناتج ريسك دول ناتج ليه؟ ممكن تكون مشاكل ملوحه، مشاكل جفاف، مشاكل صقيع، مشاكل ارتفاع درجات حراره، مشاكل انخفاض درجات حراره. كل دي ابيوتيك ستريس. ممكن تكون مشاكل مرضيه اللي هي الحيويه بقى اللي احنا ما قلناش عليها، اللي هي خاصه بالباثوجنز، خاصه بمسببات الامراض. صحيح. ممكن يكون بسبب فطر، بسبب بكتيريا، بسبب اعفان سمار او اعفان تربه، اعفان جذور. يعني كل هذه المسببات المرضيه وكل هذه المسببات الناتجه عن تغير في المناخ او الخاصه بالعوامل الجويه كلها بتمثل تقريبا 70% من المخاطر. ودي دراسات عالميه مثبته لما بتيجي الناس بتشتغل على الاصناف او المحاصيل اللي بتبقى تتحمل الابيوتيك والبيوتيك ستريسز. اذا اي دوله في الدنيا بتواجه تحديات زي اللي بتواجهها مصر، زياده كبيره في عدد السكان، احتياج شديد جدا للغذاء، لازم تاخد الحل الامن، وهو النهارده التفكير في فكره الصوب الزراعيه باعتبارها بتحمينا تقريبا من 70% من المخاطر اللي هي معرض ليها النبات في المناطق المكشوفه. وبالتالي يعني يعتبر نوعا ما يعني هو الخيار الأأمن أو النتائج الأقرب إلى أن تكون مضمونة. مصبوط. صح يعني كده؟ مصبوط. أنا برضو بعمل بيه، أنا بتلاشى حتة مهمة جدا، جزئية مهمة جدا، هو إن أنا كل ما هو جو كان في المعاملات البدائية، باجي مثلا فترة الصقيع، فترة اللي هي فترة البرد أو الشتاء، بحاول أتلاشى القصة دي بإن أنا أزرع تحت نفق اللي هي الصوبة الصغيرة دي، الأنفاق. وحتى تسمت العروة دي بعروة زراعات الأنفاق. صحيح. ده عشان بس أتفادى او اعدي مرحله الخطر من الصقيع اللي بتحصل للمحاصيل اللي بتزرعها في الوقت ده. مظبوط. طيب ما انا التفكير بدا يزيد اكتر، طب ما انا ممكن ازرع طول السنه تحت صوبه، الصوبه دي بتعمل لي كوتينج بتحميني من كل العوامل الخارجيه، وبالتالي انا قللت المخاطر 70% 80% من المخاطر اللي ممكن تحصل، اللي هي خصوصا العوامل الجويه. ما فيش طير، ما فيش حشره، ما فيش فطر، ما فيش بكتيريا، ما حاجات كتير. بالظبط. لو انا عملت كمان بقى ده المستوى البسيط ده اللي هي منخفضه التكنولوجيا. لا ده بقى في كمان انا في حاجات من العوامل الجويه انا محتاجها، انا محتاج شده اضاءه، انا محتاج درجه حراره معينه، انا محتاج درجه رطوبه معينه. طيب انا لو انا قفلت خالص، انا استفدت بجزء ولكن خسرت جزء، فده بقى المنخفض. فبدا الناس تفكر، طب ما انا اوفر له الجزء اللي هو محتاجه بشكل امن وتلاشى هذا الجزء من المخاطر. فبدل ما اعرضه عشان انا محتاج شويه هواء فمثلا في عمليه التلقيح في بعض الحالات، لا طب ما انا هوفر له الكلام ده بان انا اعمل روتيت، اعمل دوره تقليب هواء جوه الصوبه، اظبط الاير فلو جوه، التدفق الهواء جوه للصوبه عشان اوفر الجو المناسب للتلقيح. مظبوط. بالظبط. ان انا نبات محتاج من 18 في مرحله عمريه معينه، محتاج من 18 ل 23، انا بظبط السنسور درجه الحراره عندي ما تزيدش عن 23 درجه جوه الصوبه، محتاج درجه رطوبه ما تزيدش عن 60، انا بظبط درجه الرطوبه ما تزيدش عن 60. اذا انا هنا بتحكم شده الاضاءه، بقى في سنسور بشده الاضاءه، انا محتاج كام بالنسبه لشده الاضاءه. كل محصول مثلا في الفلفل الالوان شده الاضاءه اللي بيحتاجها الفلفل الالوان بتبقى اعلى كام، لومين محسوبين بالظبط كده. فكل عامل من العوامل اللي هي بتبقى ليها ميزه بره بس ليها ضرر، انا خدت ميزتها وتلاشيت الضرر بان انا قفلت الصوبه. ففي مستويات مختلفه بقى كمان من الزراعات، ده بالنسبه للجزء اللي هو خاص بي ان انا بحل الجزء الاول من المشكله اللي هو التغير المناخي. في بقى مشكلة أو تحدي أكبر وما يقلش أهمية عن العنصر الأولاني، ألا وهو تحدي كميات المية. لو جينا نعمل مقارنة بسيطة جدا ما بين كميات المية اللي بيحتاجها النبات في الزراعة المكشوفة وداخل كميات الصوبة، كميات المية اللي بيحتاجها جوه الصوبة في الصوبة العادية، ولو أنا بقى زرعت الصوب دي هيدروبونيك أو أكوابونيك، الفرق كبير جدا. فناخد مثال بسيط ونقول إنه لو أنا بزرع بره الصوبة في الحقل المكشوف، اللتر الميه اللي انا بحطه في التربه ده بيبقى فيه ثلاث قوى بتتصارع عليه. القوه الاولانيه الاولى دي هي قوه الجاذبيه الارضيه، تسحب الميه لتحت.
لا بنسميها احنا عمليه الصرف. القوه الثانيه اللي بتضاهي هذه القوه او بتتنافسها هي قوه تماسك حبوبات التربه. حبوبات التربه بتمسك جزء كبير من المي، دي قوه ثانيه. القوه الثالثه بقى اللي هي بياخدها النبات اللي هو قوه الشد الجذري، اللي النبات بيشد شويه من المياه اللي موجوده ديت عشان طبعا ده ناتج من عمليه التماسك والتلاصق ما بين حبيبات المياه والاوعيه واللي اصلا الساحب الاساسي للقصه دي كلها النتح. هنحتاج النقطه دي قدام شويه لما نيجي نتكلم عن التو سيستم التانيين. لما ده غير قوه الحراره اللي بتؤدي للبخر كمان، ده الفاقد البخر، جزء البخر ده كده كده بيبقى في سطح التربه فبتخش من ضمن عوامل التماسك التربه بالمي. صحيح. فانا حتى البخر والنتح دول مع بعض اسمهم ايفابوتروسبريشن. البخر نتح، وده المعدل اللي انا بقيس عليه، المعدل الفائد اللي انا بعوض على اساسه الاحتياج المائي. لما اجي احسب معادله الاحتياج المائي بحسب معدل الفائد الناتج عن معدل البخر والنتح. البخر والنتح كويس. طب انا لما بزرع بره الصوبه بيكون معدل النتح عالي جدا، معدل النتح عالي جدا. صحيح. انا زارع في تربه في عندي في قوتين بيتصارعوا. الساحه الحقليه من القصه دي كلها تقريبا بتمثل من 30 ل 33% فقط. يعني الجزء اللي النبات بيقدر يسحب منه من 30 ل 33% فقط. الجزء بقى اللي بيحتاجه اللي بيسحبه فعلا النبات 11%. يبقى انا لو حاطط لتر فانا باخد منه تقريبا 100 ملي او 110 ملي فقط. و900 طايرين طايرين ما بين البخر وما بين البخر والنتح والجاذبيه. والجاذبيه والتربه تمسك الجزء علشان تعمل عمليه التشبع اللي هي بتفضل تسمد النبات في جزء بعد كده في مرحله متقدمه. يعني ده لو انا بزرع في الحقل المكشوف. طب لو انا بزرع جوه تربه، جوه الصوبه في تربه برضه، فانا تلاشيت هنا عامل مهم جدا هو عامل النتح. معدل البخر، معدل النتح في الصوب ومعدل البخر في الصوب بيقل ل 30%. يعني لما عايز كميه الماء اللي انا محتاجها في الحقل المكشوف هحتاج 70% منها فقط. حتى لما باجي احسب معدل الاحتياج المائي بضرب في 7 من 10 علشان كميه الماء اللي انا محتاجها جوه الصوبه اقل من بنفس العوامل. يعني انا بزرع في تربه قمت عامل صوبه بس في نفس التربه بنفس كل الظروف، بنفس خصوبه التربه او ضعفها او قوتها، بنفس كل العوامل. يعني حطيت صوبه في اي ارض عاديه خالص في اي ارض قللت تقريبا 30%، فانا قللت 30% من كميه الماء. طيب بس عشان فاضل عندي قوتين التانيين موجودين لان انا بزرع في تربه. مظبوط. عندي قوه الجاذبيه في كميه الصرف اللي بتصرف، وعندي التنافس اللي هو تماسك حبوبات التربه بالميه موجود. والجزء الثالث اللي هو معدله قل لما عملت صوبه. مظبوط. تعالى بقى لو جيت انا جيت جوه صوبه وزرعت بنظام الهيدروبوني. فانا قللت ايه بقى كده؟ اللي هو الزراعه بدون تربه. زراعه بدون تربه خالص. ميه فيها المخصبات والنبات بياخد محلول مغذي بيمشي بيعمل روتيت، بيعمل دوره بيلف. يعني المحلول المغذي ده فيه كل كميه العناصر اللي محتاجها النبات وفي سيستم مقفول. في الحاله دي انا لما اجي ابص على الثلاث عوامل اللي احنا قلنا عليهم اللي هو بحط الميه فيهم تقريبا الثلاثه مش موجودين. اختفوا. التربه مفيش تربه علشان يبقى في جاذبيه ولا في تماسك حبوبات التربه بالميه. الميه محبوسه في انابيب. الميه محبوسه في انابيب. انا عامل جوه صوبه فمعدل البخر والنتح قليل. طب لو عملت هيدروبونيك بره وده موجود، ممكن اعمل هيدروبونيك نظام الهيدروبونيك بس مش في صوبه. انا عملت عاملين، قللت عاملين وفي عامل لسه بيزود لي كميه الميه او سحب كميه الميه. العامل اللي بيزود لي كميه الميه هو معدل النتح. مظبوط. صحيح. العاملين التانيين ان انا تلاشيتهم بان انا ما زرعتش في تربه اصلا، هو الميه اللي بتتصرف بالجاذبيه الارضيه والميه اللي بتمسكها حبوبات التربه ومعدل البخر اللي بيقل. صحيح. صحيح. طب لو انا بقى جيت زرعت الكلام ده كله بقى على بعضه كده في هيدروبونيك يعني بدون تربه وفي صوبه، والصوبه دي فور كنترول، معدل الميه قل عندي كمان 20% من ال 80 اللي انا كنت قلتهم اصلا. الله. فنضرب بقى مثال بسيط بقى عن على التصورات الثلاثه. لو انا هاجي ازرع محصول ما، المحصول ده هزرع منه 1000 متر. كويس؟ ال 1000 متر مربع دولت هيجيبوا لي انتاج في الحقل المكشوف، هنعمل حقل مكشوف وهنعمل هيدروبونيك في صوبه عاديه وهنعمل هيدروبونيك فور كنترول. في الحقل المكشوف السبع ال 1000 متر دولت سي هيجيبوا لي 7 طن. السبعة طن دول هياخدوا كام لتر مية في دورة حياة النبات؟ هياخدوا تقريبا 3600 لتر مية، يعني 3600 متر مكعب مية. كويس؟ طيب لو انا هزرع نفس المحصول في هيدروبونيك هيجيب لي انتاج 15 طن، هياخد كمية مية دي 15500 متر مكعب مية. فرق رهيب. فرق كبير جدا. لو هزرع نفس المحصول ده في هيدروبونيك فول كنترول هيجيب لي 20 وهيستهلك تقريبا اقل حاجه بسيطه 14000 متر مكعب ميه، ولكن الجوده بتاعه المحصول هتبقى احسن. لما اجي انسب بقى التكلفه، احنا دايما عندنا في المنظومه الزراعيه لما باجي احسب دراسه جدول اي مشروع بقول انا والله هزرع هحتاج بذره بكام، هحتاج تكلفه السماد هتبقى قد كده، تكلفه المبيدات هتبقى قد كده، تكلفه العماله هتبقى قد كده، تكلفه النقل
وعمليات ما بعد الحصاد لو انا بصدر اللي هو البوست هارفست او عمليات الكواليتي اشورنس او التعبئه والجوده وخلافه لو انا هصدر، وبنسى حته مهمه جدا، هو انا هكلف قد ايه ميه. في ظل التحدي الكبير لازم نفكر انا هكلف قد ايه ميه. مظبوط. فبافتراض ان المتر مكعب ميه عندي ب 10 زي ما هو مصنف يعني ب 10 جنيه او 10.4 بالظبط يعني ب 10 جنيه كمتوسط، فانا لو هضرب بقى ال 10 جنيه دول في ال 3600 متر مكعب ميه هيطلعوا لي بحوالي 36000 جنيه. صحيح. كويس؟ لو انا هضربهم بقى ده كقيمه كتكلفه. التكلفه دي لازم هنسبها لكم الناتج اللي طالع عندي، مع الاخذ في الاعتبار ان انا معدل الفقد في الحقل المكشوف اعلى بكتير جدا من معدل الفقد جوه الصوبه، وطبعا اعلى بكتير من معدل الفقد جوه الصوبه اللي هيدروبونيك الفول كنترول. كويس؟ فانا هضرب بقى ال 10 دول في ال 36 يطلع لي حوالي 36000 جنيه، في حين انا بضرب ال 10 في ال 15 هيطلع لي في 15000 متر اللي احنا اتكلمنا فيهم هيطلع لي 15000 جنيه. طيب في الهيدروبونيك بقى فول كنترول حتى هياخد تقريبا من معدل البخر والتهويه اللي هتحتاجها النبات، والسنسور بتاع درجه الحراره بيقول له محتاج درجه حراره قد ايه، والسنسور بتاع شده الضوء بيقول لي محتاج شده الضوء قد ايه، فانا محتاج تقريبا 600 متر مكعب ميه بس، فهضرب ال 10 600 ب 6000، يبقى تكلفه الميه نزلت عندي من 36000 جنيه ل 6000 جنيه لو انا بتكلم في 1000 متر مربع، في ال 1000 متر مربع في نفس الوحده. يعني اذا نقدر نقول ان احنا لو في مصر فكرنا في استغلال هذه الفكره في زراعات الصوبات، اللي هنصرفه على الصوبات اللي هي الهيدروبونيك والاكوابونيك كمان اللي هي بتدخل السمك في الموضوع، هنقدر نجيب حق الصوبه؟ لا ده بسهوله جدا وببساطه. هي الفكره كلها دايما، المشكله عندنا دايما في البدايات الستارتنج. انا عايز ابدا وده اللي اتعمل دلوقتي في المشروع ال 100000 صوبه. بالمناسبه لو المشروع ال 100000 صوبه ربنا يصل الحال ان شاء الله وكمل باذن الله على خير، احنا هنبقى رقم واحد في الشرق الاوسط بالنسبه للبيوت المحميه. لو جينا نبص للسوق المصري، هو السوق المصري يعتبر اكبر او اضخم سوق في الوطن العربي بالنسبه للسوق الزراعه، بالنسبه لسوق الزراعه. احنا كمية التصدير بتاعتنا، والمفروض ان احنا 100000 صوبة كمشروع التارجت الاساسي بتاعه ان انا اطلع محاصيل ذو جودة عالية بحاصيل تصديرية من الدرجة الاولى، وفعلا هي موجودة كده، اذا كانت محاصيل الخضر، اذا كانت محاصيل زي زهور القطف او خلافه، هو بالتارجت في الاساس الجهة التصديرية او الناحية التصديرية او الجدوى الاقتصادية التصديرية اللي هي بتعمل عائد مهم جدا. اوريدي لما اكون زرعت في صوبه فانا قللت تكلفه مبيدات، قللت تكلفه اسمده الى حد كبير. لو انا بزرع في صوبه فول كنترول فانا قللت مخاطر الاصابه، وبالتالي عليت جوده المحصول، وبالتالي بقى العائد او القيمه التسويقيه للمنتج بقت عاليه جدا. جنب ده ان انا بتارجت ان انا بدخل طبعا عمله صعبه او العمله اللي هي عامله لنا شويه ازمات كده في الفترة الأخيرة، فأنا لو بتارجت في الجزء ده وطلعت فعلا إنتاجنا وإن شاء الله اكتمل المشروع على خير بإذن الله وهو ماشي بشكل كويس جدا دلوقتي، اكتمل فعلا إحنا هنحل أزمة كبيرة جدا بالنسبة وهننقل مصر نقلة كبيرة جدا بالنسبة للناحية الزراعية. يعني واضح جدا كده وفهمنا من حضرتك يعني موضوع الصوب الزراعية وأهميتها، وأنا عايز أقول إن في أهمية كمان أنتم مش واخدين بالكم منها. يمكن كنا بنسجل في برنامج ابحاث علميه واتكلمنا عن اثر المبيدات العضويه الكلورينيه اللي هي زي الدي دي تي وما الى ذلك، اللي ترشت يمكن من 60 سنه فاتت. انا عايز اقول ان الابحاث اثبتت ان هذه المركبات ما زالت موجوده في التربه وموجوده في دم الاجنه وموجوده في لبن الارضاع. يعني اذا كمان حتى التربه القديمه التي شبعت بهذه المواد السامه، خلاص هذه المواد لا تتخلص منها التربه وانما تنتقل من النبات. يعني انا لما بزرع النهارده بالصوب الزراعيه بالانظمه اللي ما فيهاش تربه خالص ديت، كمان بتجنب ان هذه المواد الثقيله والمعادن الثقيله والمواد السامه ما تنتقلش الي، لان هذه المواد بمجرد ان تدخل جسم انسان بتستقر في الغلاف الدهني للجسم، وبالتالي الجسم ما بيتخلصش منها، وده احد اهم اسباب السرطانات اللي موجوده عندنا. سوء استغلال المبيدات في الفترات القديمه خلى التربه النهارده محمله بقدر من السميه. يعني لذلك كل الزراعات بتاع التصدير دايما تلاقوها بتتعمل في اراضي جديده وفي صحاري عشان دايما ما يطلعش فيها اي مشكلات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات الهامه جدا دكتور اسلام حب الدين، الخبير الزراعي والباحث في المجال البيوتكنولوجي.
التكنولوجي. انا حاسس ان حضرتك عايز تقول حاجه يعني عايز يعني عايز بس في عجاله عشان عايز اقول تعقيب صغير جدا على الجزئيه دي. احنا ممكن كمان نستعرض عن جزئيه حضرتك بتتكلم عليها ان فعلا في بعض التربه او بعض الاراضي في مصر فيها مشاكل من 50 و60 و70 سنه. ان انا بزرع دلوقتي وده واحد حاجات من البنود المنفذه فعليا ان انا بزرع في تربه بديله. فانا بقى عندي انا ممكن ازرع في صوبه منخفضه التكنولوجيا عادي جدا بسيطه بان انا بزرع في تربه بديله بجيب من الكوكو نط او اللي بيسموها بقى دلوقتي الكوكو بيت عشان هي بيتمس من الكوكو نط وبزرع في هذه التربه بتبقى بديل صحي جدا عن التربه وكمان ما فيش مشكلات مطبقيات ولا اصلا التربه دي موجوده بالنسبه لي في حاجه. او ان انا نفس التو سيستم اللي احنا بنتكلم فيهم لقصه الهيدروبونيك او الاكوابونيك كان في جزئيه كمان مهمه جدا ان واحد من اهم اهداف المشروع ده هو التقاوي انتاج التقاوي. احنا في مصر بنزرع تقريبا 2 مليون فدان خضر قبل المشروع، بننتج حوالي 23 مليون طن من اصناف الخضار المختلفه. اهم عنصر اللي اقدرش ابعد عنه ابدا دايما بنقول هنقلل الاسمده، هنقلل المبيدات، لكن ما اقدرش ابدا اقول ان انا هقلل كميه البذره اللي انا بحطها. صحيح اكيد مصدر البذره بالنسبه لنا شيء هام جدا جدا جدا، خصوصا لما اجي ابص كده لكام حاجه بسيطه زي الطماطم مثلا. الطماطم بنزرع منها تقريبا 500 الف فدان، بتحتاج تقريبا 2.8 مليار بذره طماطم حسب تقرير وزاره الزراعه، ان احنا بننتج 1% فقط و99% بنستورد. يعني خلينا نفرد بقى حلقه خاصه جدا لانتاج التقاوي والشتلات باذن الله، لان الموضوع كبير جدا والوقت بيداهمنا لسه عندنا فقرات كتير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام على هذه الايضاحات، وكويس قوي انك وضحت لنا ورديت على الناس اللي بتقول ملهاش لازمه الصوب، يعني ما يزرعوا الارض. لا، الصوب مهمه ولا بديل عنها، خصوصا في ظل التحديات والظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها، سواء في الميه، سواء في عدد السكان، في الاستهلاك، سواء كمان في اهدافنا ل التصدير. شكرا جزيلا دكتور اسلام. شكرا. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع فاصل قصير نرجع لكم فقره حواريه جديده بعد الفاصل.